وانتما تعتبرون حاملي المشاريع. الأغلبية ديال الشباب المشكل اللي عندهم وهو يجهلون الحقيقة ديال الطرق والأساليب لخلق المقاولة بالمغرب، وكيحسب ليهم أنه هاد لي بروغرام اللي كاينين دابا ديال مقاولتي ديال الانطلاقة ولي بروغرام اللي تقريبا كيشبهوا ليهم، كيحسب ليهم أنه راه هذاك الشيء كله دار غير باش الشباب يهزوا القروض من لابونك ويوليو كيسالوهم ويوليو كذا ويوليو كذا. وهذه كلها أفكار اللي هي غالطة ومغلوطة، لأنه الحقيقة ماشي هي هذه. في البداية باغي نسولكم نتوما، أشنا هما الأفكار اللي كاينين عندكم بخصوص خلق المقاولة؟ أولا كنت قريتكم سابقا كولتور دونتربرونيا، ياك؟ وقلت لكم أودي راه أول حاجة عرفناها في كولتور دونتربرونيا اللي هي ثقافة المقاولاتية، هي أشنا هي المقاولة لونتربريز. قلنا لونتربريز هي واحد المجموعة من الوسائل المادية والبشرية مجتمعة ومنظمة فيما بينها من أجل إنتاج أشياء قابلة للاستعمال أو الاستهلاك اللي كنسموهم دي بيان، أو لا إنتاج دي سيرفيس. هاد لي بيان أو لا لي سيرفيس كيكونوا بمقابل مادي بربح مادي. هذه هي المقاولة. وكنا دوزنا ان كونترول و ان اس ام في الكولتور دونتربرونيا، وقلنا وعطيتكم دي زيكزومبل ديال المؤسسات فيها موارد ماليه وبشريه مجتمعه وكذا وكذا، ولكن تختلف في المساله ديال الربح، واش هي دارت من اجل الربح او لا، وفرقتوا بيناتهم. اذا غير كراج مثلا، كراج صغيور درتي ليه لي بابي ديالو الوراق ديالو القانونيه وكل شيء، بطبيعه الحال كراج هو يقدم خدمات، درتي فيه دي بيس ديال الطوموبيل بحال لي فلتر زيت، هذوك لي بيس لي زي سوي كلاس مثلا، داكشي اللي كيدار لي كوسان، هذوك الجلدات اللي كيداروا مثلا الفولو، ياك الفولو بار اكزومبل. فاش كدير هذا راه سميتو اونتربريز، هادي سيتو اونتربريز مقاولة. اذا تاديك الفكرة، لان وراء المقاولة دائما هي هذاك الشيء اللي هو كبير، هي الشركة ولا هي لا. مقاولات فيها نوع، فيها الصغيرة جدا لي بوتيت اونتربريز بي بي او، ياك، وكاين بوتيت اونتربريز بي او، وكاين مويان اونتربريز ام او، وكنقولو بوتيت مويان اونتربريز بي ام او، وكاين غروند اونتربريز جي او. اوكي، وهاد لي تيب ديال لي اونتربريز مرتبطين بالعدد ديال بعدد الموظفين اللي كاينين فيها، يعني كنبداو من لو ديريكتور وكنحسبوا واحد جوج ثلاثه غادي. وكنظن هذا الشيء راه دوزناه في الكور، وهذا ماشي الموضوع ديالنا اليوم. عندكم مساله اخرى حتى هي مفيده جدا، اشنا هي سميتو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي المقاول الذاتي اوتو انتربرونور. المقاول الذاتي هو شخص يقدر يدير واحد لا بروسيدور معينه باش يبقى يدير واحد الاعمال، سواء كيبيع وكيقدم خدمات، ولا غير خدمات بوحدهم وكيربح الفلوس، غير هو
ماشي مقاولة، يعني قل من المقاولة، ديك المقاولة الصغرى كاع صغيرة جدا بي بي او، هو قل منها كاع، هو خدمها بوحدو واحد، ما عنده لا محل لا حتى حاجة، داير هو بحال كنقولوا داكشي اللي سميتو داير هو في الدار مثلا، اوكي. وعنده لاكارت بطاقة ديال المقاول الذاتي اللي كتخول ليه القانونية ديال مزاولة هذوك المهنة، وبطبيعة الحال هو عاطينو واحد لافافور كبيرة بزاف، انه عاطينو حتى لثلاثة الحوايج يقدر يديرهم بهذيك البطاقة ديال المقاول الذاتي. يعني إلا دخلتو الموقع ديال التسجيل اللوائح ديال المقاولين الذاتيين بالمغرب، كيعطيكم ثلاثة الاختيارات، بغيتي غير واحد شغلك هذاك، بغيتي جوج، بغيتي ثلاثة، مزيانة كدير ثلاثة الحوايج، وهذيك البطاقة ديال المقاول الذاتي كتخول لك أنه تزاول هذوك ثلاثة الحوايج كاملين. يعني لو وقفوا عليك مثلا السلطات ولا هذا، كتجبد لهم البطاقة، الوراق ديالك يعني اللي كيسمحوا لك بمزاولة هذه المهنة، وكتقدم راسك للزبناء ديالك لأنه أنت مقاول ذاتي بالوراق ديالك، يعني عندك كيفاش تصوم لهم لي فاكتور وكل شيء، كيكونش عندك مشكل. سي بون، كنظن راه مفهوم هذا الشيء. كاينه هذه القضيه ديال المقاول الذاتي، وكاينه ديال خلق المقاوله. ديال خلق المقاوله كتطرح تساؤلات كثيره بزاف. نحاول انه ناخذ مثال انا وياكم، انه واحد فيكم بغى يدير اتوليي دو ريباراسيون اوتوموبيل. هنا في قضية المقاولة ممكن واحد فيكم يديرها بوحده، أو لا ممكن يدير شراكة مع صحابه، والعدد اللي ما غير محدود، بغيتو ثلاثة، بغيتو أربعة، بغيتو خمسة، بغيتو ديس، ماشي مشكل. سي بون، هذا هو اللي كاين. قبل ما نكمل، اسكو فوزافي دي كيستيون بخصوص هادشي؟ واش عندكم شي سؤال بخصوص هادشي بعدا اللي بغينا دابا نقولو ولا لا؟ سي فوز افي دي كيستيون، تفضلوا. الو، غادي نحاول انني نبارطاجي معكم ان كو ياك اون فرونسي، ونحاولوا نديروا ليه لا تراديكسيون ونترجموه ان شاء الله. صافي، حاولوا باش نترجموه. ان شاء الله تعالى. Voilà. Voilà. نرها لوكو ديالنا. الوغ جو بونس انه كيبان لكم هاد الكوب ياك؟ واش كلكم كيبان لكم هاد لوكو؟ كرياسيون دونتربريز اي بيزنس بلان. كيبانوس مزيان. على بركة الله. الوغ كرياسيون دونتربريز، خلق المقاولة، كاينين دي شوز اللي خاصنا نفهموهم.
Il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a que des idées mal mises en place. Fikra? No, ma kainch edna afkar li hiya sayya aw la afkar li hiya khaybin. Ay fikra fakarti fiha ما خصكش تظن على انها راه عيانه كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا هذه فكره عيانه ولا ما ولا ما ولا ما منهاش لا غير هي ما عطاتكش علاش لانه عندك افكار ولكن غير ما مرتبينش فقط اما راهم زوينين الحاجه الثانيه سي جو فو دي بريتي موا 500000 يورو جو فو غارانتي 10% دانتيري بار اون Me prêtez-vous cet argent, que faites-vous avant? Il a dit que dit, là, il me dit qu'il faut que je fasse ce que je fais. Il a dit que maintenant, c'est le 500,000 dirhams, il y a 50 millions. Il a dit que dit, c'est le fédéria, ou il a dit que je vais vous dire que vous faites un chara filmia, il a dit que vous faites un chara يعني غادي تعطيها ليا وانا غادي ندبر راسي معها ولكن من هنايا لخد العام غادي نردها ليك ورد ليك فوق منها 10% انت عندك الفلوس كاينه الفلوس كاينه ولكن قبل ما غادي تجاوبني انت شنو هي الاسئله اللي غادي تطرح عليا يقدر شي واحد فيكم يجاوبني واش غتجاوبني ديريكت وغتقول لي لا واش غتجاوبني ديريكت وغتقول لي اه اولا غادي تطرح دي كيسيون والفلوس كاينه عندك شي واحد فيكم ياخذ المبادره ويجاوب هو السؤال نفسه اللي كان ممكن ما سمعش كش هضر مع المعلم ما سمعش احنا دابا كنا قلنا على مساله الافكار يعني حتى واحد ما عنده افكار ناقصين غير هو هذيك الافكار ديالو غير مرتبه باش نصحوا هذه الفكره هذه اولا ندعموها درنا واحد حل اكزيرسيس يعني ثاني اكزيرسيس براتيك اوكي اكزيرسيس دابليكاسيون انه انت عندك الفلوس وقلت لك سلفني 50 مليون من هنايا لاخر العام غادي نرد لك 50 مليون ديالك وفوق منها رباح ديال 10% واش غادي تسلفني ولا لا ولا غادي دير شي حوايج اولا غادي تطرح عليا دي كيسيون اش غادي دير وانت نطرح دي كيسيون اشنا هما هذوك اللي كيسيون هما دابا اللي بغيت انا مثلا كيفاش انا غادي نسد داك الفلوس غادي نجي ونعطيها لك يعني واش ما كاينش شي اوراق شي كونطرا شي حاجه يعني ثانيا رتب لي بعدا خصنا نعرفوا شنو المشروع اللي باغي دير تولي ولا جا عندي الترتيب وش حاجه تكون يعني كونفرنس ايه قاعد شي اللي قلتي شحال غادي تزيد لي مثلا الثمن اللي 10% صافي صافي قلتها لك انا من الاول باش نطمعك بها من الاول قلتها هذا هو الاسئله اللي عندي استاذ بغيت نسولك استاذ مرحبا صد بالنسبه واش كتهضر بحال دابا انشاء مشروع بالنسبه لهداك ديال الانطلاقه زعما كيعاونوا اييه صد بالنسبه صد انا كنت باغي نديرها واش كيقولوا عليه قال لك ما يمكن لكش ديرها حيت باش تقبل لك باش تقبل لك المشروع ديالك خصك تعطيهم مليون بحرا يشوفوا لك بحرا يشوفوا لك الضوء ديالك غتخلي واخا غادي نخليو الجواب ديال السؤال ديالك حتى نحطو ليه مازال ما حكناش ليه صافي دابا غادي ندوزو دابا هادشي حتى نوصلو للسؤال البلاصه اللي فيها السؤال ديالك صافي اوكي السؤال
يلا مرحبا، احنا دابا يلاه بدينا. راك عارف انه عندنا عناوين ومراحل نوصلوا لهذيك المرحله ان شاء الله، ونعطوها هي الوقت ديالها الكافي. مرحبا. الو، هنا الا لاحظتوا هذه الصوره، هذه فيها الفوق، الا بغيتوا نبداو دقه دقه، الفوق على اليسار كاينه الساعه، هذه ترمز الى الوقت، ترمز الى الوقت. قدامها كاين الكاس، الكاس يعبر عن النجاح، ولتحت على اليسار كاينين الاسهم ديال الاتجاهات، الاتجاهات الممكنه، الاتجاهات اللي غادي نمشيو فيها. يعني خاص الواحد يعرف الاتجاهات ديالو. قدامها كاين اتجاهات او انواع اتجاهات مختلفه، كاين الليموني بالصفر الاحمر، هادو غير امثله وعليهم علامه استفهام. وعلى اليمين اللي من تحت كاين كاين انت يعني صايق واحد السفينه معينه اللي هي المشروع ديالك، اوكي، وكتقلب اش من اتجاه خاصك تاخد. من موراك من اللي هي كاين الميزان، الا رديتو ليه البال كاين الميزان. اذا الانسان خاصو يعبر، يعني خاصو يعبر المسائل ديالو، خاصو يقيس من الاول. مجموع ديال هذا الشيء كله هو عباره عن افكار، لانه يعني هذا الشيء كله غير رموز. اذا الانسان يجب ان ينظم وقته، ويجب ان يكون عنده امل بالنجاح، ويجب ان يعني يسجل جميع هذوك الطرق الممكنه كاملين، وانه يقارن بينها. داكشي اش داروا هما الميزان، الميزان بخصوص الافكار، ودار الميزان بخصوص الفلوس. كتعبر شحال غيخصك ديال الفلوس هنا، وشحال هنا، وشحال هنا، وباش خاصني نبدا، وباش خاصني كذا. وحنا دابا غادي نشوفوا تفاصيل ديال هذا الشيء. Il n'y a de vent favorable que pour quitter il va. Le code dit rich, le titre de faire ou sa fina, le tacon ou j'ai dit d'être il a bien mis le hadak chassé à fin redé de top. A ma ouest chassé redé de ouest sa fina, fall harbidouni ouija. Un douche ouest le hadaf moyen. اي ريح جات كيف ما كانت من جميع الاتجاهات فهي غير مناسبه بالنسبه لك. يقول لك هذا الريح ما مناسبانيش، ولكن هذاك البحار اللي هو انت، اللي عنده واحد التوجه معين، عنده واحد هذا انه واحد الاستراتيجيه معينه، عنده واحد الوجه، عنده واحد الخطه، الريح اللي جات كيحاول انه يستفد منها باش يوصل للبلاصه اللي بغاه هو. هذا هو الفكرة. هنا لو بيزنس بلان، بيزنس بلان هو لو بلان، هو البلان او الخطة ديال البيزنس اللي نتايا غدير. اوكي، ضروري خاصك دير واحد الخطة. اي عمل معين غير مخطط له فهو عمل لي خاسر، او لا عفوا، او لا فاشل منذ البداية. الخطوة الاولى، الخطوة الأولى هي التي تحدد واش هذاك المشروع أو هذيك المقاولة ناجحة أو لا. لا، من الأول كيبان لك أنت هذاك الشيء من الخطوة الأولى. إذا ضروري الشاب أو الشابة يجب أن يركز على نجاح الخطوة الأولى، والخطوة الأولى تتبعها خطوات أخرى. الخطوة الأخرى أو الأولى هما كلهم داخلين في واحد لو بلون اللي حطيتيه نتايا. كنطرحو دي كيستيون على روسنا، على روسنا من الأول. أشنو هما هاد لي كيستيون هادو؟ أو فولون نو زالي، فين بغينا نمشيو؟ يعني شنو هما الأهداف ديالنا على المدى المتوسط؟ لاش بغيت نوصل؟ أو صومنو، فين كاينين حنايا؟ لحساب السوق، سوق الشغل، لحساب السوق
مثلا انايا غنكون منافس لشي وحده اللي سابقيني دايرين المشاريع في هذاك الشيء اللي بغيت انا. كو بوفون نو فير، اشنو ممكن نقدم للزبائن ديالي، شنو نقدر ندير، شنو هما لي استراتيجي باش انايا كنتميز، شنو هو الموقع ديالي، شنو هي القوه ديالي، شنو هما لي فيبلس ديالي. كو فوزون نو، اشنو كنديروا حنايا، اش كنصنعوا، اشنو كنصاوبوا، طريقه التحركات ديالنا. هذه كلها دي كيسيون خاصك انت او انت طرحوها منذ البدايه باش تحط هذاك لو بلو ديالك. الو كيكونوا عندك بزاف ديال لي كيسيون كيف ما واضح دابا عندكم هنايا في الصوره. هاد لو فوكابيلير اللي كاين تما قدامكم، هذه كلها افكار كدور في الراس ويجب ان ترتب، وكلها كل يعني كلها كلمات ديمو ابارتيان ان فوكابيلير للواغيش اللي عنده علاقه بالبيزنس او بلا كرياسيون دونتربريز. هنا غنتبعوا الطريقه اللي خاصنا نديرو. دائما الورقه والستيلو، الورقه والستيلو هما باش كينجحوا عباد الله. ضروري خاصك تخدمهم، كدير لي بغيون ديالك، الوساخ ديالك، كدير الدراسه ديالك، كدير كاع داكشي اللي خاصو يكون. غاسومبلي دي زانفورماسيون سور لو سيكتور، هذاك القطاع ولا هذاك المجال اللي انت بغيتي دير فيه المشروع، يجب ان تجمع جميع، ان تقوم بجمع ياك جميع المعلومات الممكنه على هذاك القطاع، وبالخصوص في البلاصه اللي بغيتي نتايا. لا كونكورونس، المنافسه، كتشوف جميع المنافسين ديالك، كتحطهم كتقيدهم، المنافسين المستقبليين. لي كليون، الزبائن، شكون هما الزبائن، واش واحد فئه معينه او عده فئات، وفين كاين هاد الزبائن. لي فورنيسور، الناس اللي غادي يوفروا لك المواد باش غادي تخدم بها. اللي كنتي كتبيع منتوجات او لا كدير ريباراسيون نيت، ولكن غير خصك غادي خصك لي بياس، يعني خاصك تحدد من الاول الناس اللي غيبقاو يجيبوا لك داكشي اللي غادي يخصك. لي ريغلومونطاسيون دي سيكتور، سيليونا الى كاينين شي قوانين خاصه بهذاك المجال تعرفها. فيزيتي دي صالون بروفيسيونيل، تحاول انه تحضر لي صالون. شنو هما لي صالون؟ لي صالون دايرين بحال معارض الكبرى المهنيه، تشوف تعرف مع الناس، تهضر مع الناس اللي هما في الدومين اللي بغيتي انت دير فيه المشروع. ليغ لي غوفي سبيسياليزي، تقرا المجلات اللي هي متخصصه في هذاك المجال، او الجرائد اللي كتكتب بعض الصفحات في هذاك المجال، باش تعرف يعني فين واصل هذا الشيء، فين وصل التطور او التكنولوجيا في هذا المجال. ريستي اون في سور توت انفورماسيون، خاصك تبقى على بال دائما، على بال بحال شي بوليسي. غير هما البوليس كيشوفوا الامن، انت خاصك تشوف هذا المجال اللي انت بغيتي دير فيه المشروع. اي جديد مستجد خاصك توصل به، يعني القنوات ديالك خاصها تكون قنوات اللي هي جيده وقويه منذ البدايه. كنهضر على القنوات المعلوماتيه. Ils sont parfois difficiles à obtenir. راه ماشي دائما المعلومات كيكون سهل جيبهم. كاينين دي شوز باغ اكزومبل في المجال ديالنا حنايا، في التخصص ديالنا الجديد، ما تلقاش في يوتيوب هكا بطريقه سهله، ولا تلقاه مثلا في موتور دو ريشيرش بحال جوجل. لا، خاصك تكون مقيد في شي منتديات، دي فوروم، دي فوروم، لي فوروم، اوكي، تكون قيد فيهم، هما اللي كيحاولوا هذا. تكون مسجل في مواقع اللي هي تابعه لشركات كبرى،
بحال هاد المسائل تكون مسجل ومابوني في لي شين ديال الشركات الكبرى، شركات مصنعة، باش كتبقى تلقاه انت هذاك الجديد في وقته. Posez-vous d'abord les questions suivantes. Quel est votre marché? الاسئله اللي كنطرحوا عليه، شنو هو هذاك السوق اللي انت بغيتي تخدم فيه؟ فين كاين الحدود ديالو؟ كي سون فو كليون، لي كليون شكون هما الزبائن ديالك انت؟ المشروع ديالك اشنو كيقيس؟ بحال مثلا واحد داير الحوايج ديال اطفال، اذا راه الزبائن ديالو اطفال، سي بون. انت المشروع ديالك ريباراسيون اوتوموبيل، حنا بغينا نحاول نركزوا على هاد ريباراسيون اوتو باش نحاول، لانه الاغلبيه فيكم كيدير هاد المجال هذا. كيل سون لوغ بوزوان، هاد الزبائن شنو هما الاحتياجات ديالهم؟ لانه انت خاصك تركز على الاحتياجات ديالهم. كي سون فو برينسيبو كونكورون، لوغ اوفر، شكون هما المنافسين الاساسيين ديالك؟ وشنو هما العروض ديالهم؟ شنو كيقدموا؟ علاش كتشوف دائما المنافسين ديالك الواعرين اللي سابقين في السوق، وشنو هو المميز فيهم باش انت تحاول تميز شي حاجه اللي ما عندهمش هما؟ كو سوغا لو مارشي دون 5 ans، كدير واحد الدراسه عن طريق التنبؤ من هنايا لخمس سنين، هذا المجال هذا اللي انت بغيتي دير فيه المشروع كيفاش غادي يولي؟ واش غيولي كيعطي اكثر ولا غيولي كيعطي اقل؟ او لا المجال بحد ذاته كل ما غيبقى فيه ما يدار ما غيبقاش مدير للربح؟ حل هاد المسائل هادو. apporterez-vous sur le marché؟ qu'est-ce qui fera que les clients viendront chez vous عفوا. هنا كتحدد مسائل اللي كتميزك انت. définir votre produit، يجب ان تحدد المنتوج ديالك. est-ce que c'est un bien ou c'est un service ou لا les deux، يعني كتقدم خدمات بوحدها او لا كتبيع مواد قابله للاستهلاك والاستعمال او لا هما بجوج. sa réponse aux besoins des clients، كتشوف واش هذاك الشيء اللي انت باغي تقدمه كمنتوج ياك، سواء قلنا ان بيان ولا ان سيرفيس، كتشوف واش هو، هل يجيب على طلبات ومتطلبات الزبائن. لو بوزيسيونمون دي برودوي، هذاك المنتوج ديالك انت فين جا في الهرم التجاري، في الهرم الاقتصادي؟ واش كيحتاجوه الناس الاخرين اللي هما معاك في الضمان باش يكملوا به الخدمه ديالهم، او لا انت اللي كتكمل الخدمه ديال الاخرين؟ شكون اللي قبلك؟ شكون اللي بعدك؟ لحقاش كاينين محلات كنسبقوا بهم، مثلا قبل ما الواحد يمشي عند الخياط كيسبق يمشي عند مولتوب، فهمت؟ اذا مولتوب عارف راسو راه هو سابق الخياط، كيجي كتحط حدا الخياطه كيقول راه انا باغي نبيع الثوب، اذا خاصني نبيع حدا البلايص اللي غيبغوه الناس فيهم. بحال هاد المسائل هاد، انت مثلا باغي دير، مثلا باغي دير ريباراسيون الكتريك، غادي تمشي عند واحد كيدير لا ميكانيك، هو كيصوب ميكانيك، انت غادي تكمل الخدمه اللي كيدير. او لا باغي تبيع لي فلتر والزيت ولي زاكسسوار، غادي تمشي حتى لي ميكانيسيان، اي حاجه بغاوها كيلقاوها عندك هما والكليان اللي كيجيو عندهم. لا استراتيجي ماركتينغ، لا استراتيجي ماركتينغ هي الاستراتيجيه ديال التسويق. ماركتينغ هو التسويق، اوكي؟ والتسويق راه بوحدو كيديروا فيه دي فورماسيون اللي هما بروفيسيونيل. لا ديستريبيسيون اي لا فونت دي برودوي، توزيع وبيع المنتوج، توزيع وبيع المنتوج. سيميلاسيون فينانسيير، المقصود بسيميلاسيون هو
كنديروا واحد المقاربه اللي هي فيرتوال، يعني كنحاول نتخيل، اوكي تخيل واحد لا سيتوياسيون معينه، وكنشوف كندير الحسابات ديالو، كنحاول مينيميزي، يعني بحال نقولوا القضيه ناقصه، اوكي السوق ناعس، وكنضرب الحسابات ديالي، كنشوف شحال نقدر نربح في النهار، في السيمانه، في الشهر، اوكي شحال ديال الوقت نقدر نربح، شحال ديال الوقت شحال هي الخساره. كتشوف هاد المسائل كامل من الاول، حتى باقي ما درتي حتى حاجه، الفلوس تدخلها وتخرجها غير بالورقه والستيلو، سي بون. وهاد الشيء كله كتعلموه في لي فورماسيون اللي غادي ندوي لك عليهم ابري. سيميلاسيون فينونسيير، سيميلاسيون فينونسيير حتى هي تابعه لهاد الشيء دابا اللي قلنا، يعني كتحاول دير دراسه ماليه المشروع ديالك، كدير الدراسه الماليه داكشي اللي غيخصك باش تطلع المشروع، باش غيطلع لي شارج، اوكي راس المال وداكشي، وكدير دراسه ماليه فاش المشروع دارو بديتي الخدمه بيه، فين حدك، واش كاين الرباح، واش كاين الخساره، واش هذا واش هذا واش هذا، كدير هذاك الشيء كامل، يعني هذاك لو فيلم، داك الفيلم كله كدوزو، ولكن خاصك دوزو فلوس. سي بون، هنا غنحطو هذاك دابا لو بلان. فيريفيي لا كوهيرونس جلوبال دو بروجي، كتحاول تشوف هذيك الرؤيه الشامله لهذاك المشروع ديالك، واش كاين واحد التناسق، واحد التجانس ياك بين هذاك الشيء كله اللي حطيتي. كدير لا ريداكسيون ديالك 20 ا 40 باج، المهم غنحكروش حنايا على العدد ديال لي باج، اوكي خاص يكون بلو ريزومي، يعني لو بلو ريزومي بوسيبل، ملخص يعني الى اقصى حد. انسيغي اون سانتيز دو دو باج ماكسيموم او ديبي دو رابور، هذا رابور اللي كنسموه البيزنس بلان، كدير واحد لا سانتيز بحال واحد المدخل، واحد التمهيد. بريسيزي كليرمون اي دو فاسون فيفونت، خاص يكون هذاك الشيء ديالك واضح، اوكي ويكون سلس واضح. كومونيكي فوتر انتوزيازم، انتوزيازم انتوزيازم هو داك الشيء اللي كتحس بيه تجاه هاد البروجي كامل، هو الرؤيه ديالك لهاد الشيء كامل كومبلي، وهي عندها العلاقة بلي سنتيمون، شنو كتحس انت بخصوص هاد الشي كامل، واش حملتيه ما حملتيش، عاجبك ما عاجبكش، كيبان لك داكشي هو هذاك ولا لا، سي بون. سوايي انتيريسون اي كونسي، خاصك تكون يعني هذاك الشيء ديالك خاصو يكون مثير للاهتمام. بيزنس بلان هنا كيكون فيه لو سومير، راك عرفتوا لو سومير هو هو داك الفهرس ديالو، ريزومي ملخص، بريزونطاسيون ديال الميتيي، لو مارشي هضرنا عليه، لان السوق ديال هذاك المجال، لي بوزوان، الاحتياجات، لا كونكورونس، المنافسه، ديسكريبسيون دو لاكتيفيتي دو لونتربريز، كتوصف الانشطه او النشاط الاساسي ديال هذيك المقاولة ديالك، الاستراتيجية اللي بغيتي تعتمدها في المقاولة اللي إنجاحها باش تكون منافسة، بلان داكسيون يعني شنو الحوايج اللي خاصك نتايا تقوم بهم، اوكي طابلو فينونسي هو واحد الجدول اللي فيه هذاك الشيء ديال هذاك التخيل لا سيميلاسيون اللي كنا قلنا. هنا كاين عندنا واحد لاباج زوينه بزاف، وملخصه كتبدا من الاول، غنبداوها من التحت الليسر، كاينه ايدي، ليدي هي الفكره، يعني المشروع هو في اوله اشنو كان واحد الفكره عندك في الراس، من بعد طورتيها باش تكون ان بروجي مشروع، اوبجيكتيف ان مويان تيرم يعني الاهداف على المدى المتوسط، لو مارشي
طب لو بيزوان الاحتياجات كليون الزبائن كونكيرونس المنافس المنافسه او المنافسين استراتيجي بوسيبل الاستراتيجيات الممكنه. استراتيجيه هي طريقه، هي طريقه ممنهجه، هي استراتيجيه. بوزيسيونمون يعني كتحط راسك فين كاين نتايا الموقع، التموقع هو لو بوزيسيونمون. شوا تكنولوجيك كتشوف لي تكنولوجي اللي غادي تخدم بهم انت في هاد في هاد البروجي ديالك. فوندر اش غادي تبيع، لي زوبجيكتيف كور تيرم الاهداف على المدى القريب، على المدى القريب جدا اشنا هي. لي زانفيستيسمون وهما الاستثمارات اللي غدير من الاول. ستركتور البنيه لورغانيزاسيون يعني هذاك التنظيم ديالك. فينانسمون هو تمويل. لا جيستيون التسيير والتدبير. تريزوري لا تريزوري هي كيف ما كنقول الفلوس ديال داكشي ديالك كامل. اوكي طابلو دبور هو لكن نقولوا ديك المتابعه اليوميه للمشروع، وانا كندوي على انه بحال طلعتي المشروع كتبقى تحط ليه هادشي ديال كامل. ستكتور جيريديك يعني جميع المقاربات القانونيه كتكون ضابطها. لو ريكريتمون كتخدم الناس معاك الى انت حاطها في لو بلان، هو خاصك فلان خاصك هاد البوست انت حاط دي بوست. ديماراج كديماري لو بروجي ديالك ابري لو سوكسي اللي هو النجاح. باش كنوصلوا لو ديماراج راه عرف راسك راك ناجح. علاش؟ لانه انت راك صافي راك كلشي قديتي. هاد لو فوكابيلير مرتب بحال ما هكا قدامكم، هذا هو لو بيزنس بلان. وكيف ما قلت لكم راه سبحان الله كاينين شي وحدين اللي هما استطاعوا ينجحوا المقاولات ديالهم ما داروش فورماسيون في هذا، ولكن كيتكبدوا واحد العناء كبير جدا، واحد العمل شاق. ولكن فاش كتكون واحد لا فورماسيون فهمتي كتربح الوقت والجهد. موتيف دي الشك خاصك تشوف الاسباب التي تساهم في فشل خلق المقاولة. فشل خلقها كاع، ماشي دارت مقاولة وفشلت ابري، فشل خلق المقاولة. absence de vision à long terme، غياب رؤية على المدى البعيد. باش ما كتكونش عندك هذيك الرؤية راه ما سوف تفشل في خلق المقاولة اصلا، ما غاديش كاع دير. erreur dans les finalités et les objectifs. لي فيناليتي المهم بالعربيه هي النهائيات، ولكن ماشي هذا هو المعنى، هو لي ديتاي. كاينين اخطاء في لي ديتاي وفي الاهداف، كاينه مغالطات درتيها من الاول. مثلا ان كومبريونسيون دي بوزوان دي كليون، ما فهمتيش مزيان الاحتياجات ومتطلبات الزبائن. فهمتي حيلا اخترت شي زبائن ما كاينينش كاع. سوز استيماسيون دو لا كونكورونس، حقرتي المنافسين ديالك من الاول، هادي اللي هي ما خاصكش ديرها. بلان دو فينانسمون ان ادابتي، داكشي اللي درتي في التمويل واللي غيمولك وهذا من الاول ما قدرتيش مزيان. مونك دو ماناجمون، يعني من الاول ما درتيش واحد التنظيم، كاين واحد الغياب ديال التنظيم والتجانس والتسيير وبزاف د الحوايج هو تنظيم الوقت، داكشي كله ناقص. بروسيدور اي اورغانيزاسيون ان ادابتي، هذيك الطريقه وهذاك التنظيم اللي درتي ما هوش. هذه اخطاء اللي خاصكم كلكم تفاداوها باش كتكونوا كديروا الدراسه لا كرياسيون دونتربريز ديالكم، الدراسة لخلق المقاولات ديالكم. سكو دوا فو بيرميتر ان بيزنيس بلان، هاد البيزنيس بلان فاش غادي نديرو شنو كيفاش كيسمح ليا، كيسمح ليا بانني نفيريفيي كو فو فيناليتي اي فو زوبجيكتيف سون رياليست فيزابل اي اتينيابل، كيعطيك واحد الفكره
انه هذوك لي ديتاي ديالك والاهداف راه شي حاجه اللي هي واقعيه، ماشي احلام اللي هي واعيه، شي حاجه اللي هي ممكن دار وتطبق على ارض الواقع، شي حاجه ممكن دار وممكن ان تفعل ياك، ويمكن ان نصل لها. تو ابروند سيغ فو كليون، هذاك البيزنس بلان كيخليك تعرف الكليان ديالك مزيان، لانه انت اللي خاصك تكون مسيطر ماشي الكليان اللي غادي يسيطر عليك. ايدونتيفي فو فيبليس، البيزنس بلان من الاول كيوريك نقاط الضعف ديالك، نقاط القوه ديالك، التهديدات التي يمكن ان تتعرض لها من الاول، يعني كتوجد لها الدرع الحمايه اوكي، والاهداف ديالك كي يسمح لك انه ديتيرميني سو كو فو دوفي ابسوليمون ميتريزي، كيبين لك شنو هما الحوايج اللي خاصك تضبطهم انت، اللي خاصك تكون عارفهم. مثلا بعض المرات فاش كدير بيزنس بلان كتكتشف انه واحد المهاره ولا واحد الكفاءه معينه ما عندكش او لا ناقصه، يعني خاصك تمشي تفورما فيها هو الاول عاد ندويو على المشروع. ليستي توت لي شوز كو فو فيت apportant de la valeur au client. Le business plan qui est le plus important, imaginez différents futurs de votre entreprise. واش المقاولة كيدير المقاولة ديالك من هنايا لشهر، من هنا لعام، من هنا عامين، ثلاث سنين، أربعة، هذه راه مزيان. الناس راه ما كيطلعوش المقاولة ديالهم حتى كيكونوا متأكدين ياك، متأكدين بواحد أكثر من 90% أنها راه ناجحة، لأنه هذاك الفيلم دوزو في الراس وحط ليه البيزنس بلان ديالو. هنا le succès de votre entreprise face aux clients et concurrents. يعني نجاح المقاولة ديالك بمواجهة الزبائن والمنافسين. كليون، شكون اللي كيشري من عندك؟ شنو غياخذوا من عندك؟ وعلاش غياخذوا من عندك؟ يعني خاصك ديما تحط الزبون اش غياخذ من عندي؟ ان بيان ان سيرفيس. ياك؟ شكون اللي غياخذ من عندي بالضبط؟ واش غادي ياخذ من عندي وعلاش؟ علاش هذا الكليان غادي يجي عندي انا؟ اما كنت كنقدم خدمات، علاش غيجي الخدمات ديالي؟ وعلاش غيجي يتقدم عندي انا وهذاك الشيء اللي كنبيع انا كيبيعوه الاخرين؟ وهذوك لي سيرفيس اللي كنقدم انا كيقدموهم الاخرين، فهمتي؟ يعني خاصك من الاول كتكون كتحط نتايا هذا الشيء، علاش غيختارني انا ما يختارش الاخرين اللي سابقيني؟ وكاين الكليان اللي كانوا كيمشيو عند اخرين، علاش غادي يبدلوهم بيا انا؟ يعني كتحط هاد لي كيستيون ديالك. لي كونكيرون المنافسين، كتشوف الحجم ديالهم في السوق، كي داير هاد الناس الحجم ديالهم، وكتقارنهم على الحجم ديالك انت. انت في البدايات واش انت صغير ولا كبير ولا قدهم؟ واش كبر منهم ولا قدهم ولا اقل منهم؟ الزبائن ديالهم هما هادوك المنافسين ديالك، شكون هما؟ شنو هما الاستراتيجيات اللي خدامين بها؟ شنو هما الحوايج اللي كيديروا باش كيكسبوا هما الكليان؟ فوتر اونتربريز ريدويغ لي كو او ماكسيموم، خاصك تنقص هادوك المصاريف اوكي، دوك المصاريف اقل، خاص اقل ما يمكن. اوفخيغ كيلكو شوز دينيك او كليون، تحاول تقدم شي حاجه مميزه الكليان عندك غير انت. سو كونسونطري سور ان سول جروب دو كليون، تحاول تكونسونطرا على واحد المجموعه من الكليان، الكليان فيهم النواع، كتشوف الجروب الكبير في الكليان كامل، انهم هما اللي غيحركوا لك لونتربريز ديالك اكثر. اما لي جروب، اما هذوك الانواع ديال الناس الاخرين اللي فيهم غير واحد ولا جوج، ماشي هما اللي غينجحوك، هذوك كيجيو يعني بحال كنقولوا مضموصين مع هذوك الاخرين، ولكن انت خاصك تشوف هذاك لو كرون جروب ديال الناس، شكون هما؟ واش الشباب؟ واش الكبار؟ واش الاساتذه؟ واش الساكريه؟
واش الشركات مع كاين اللي كيصاوب كيدير اتيولي دو ريباراسيون، الشركه حتى كتبازي على هذا. سي بون، هذا هو اللي كاين. راه ساليت هنايا. اوكي، عافاكم الاخ اللي كان سولني في الاول ياك، قال لي على برنامج انطلاقه، يعاود يطرح السؤال ديالو باش نسمعوه كاملين ونحاولوا نجاوبوا عليه ان شاء الله تعالى. يتفضل. وبالنسبه للاخرين اسكو فوزا، الى كان عندكم شي سؤال حتى نتوما مرحبا، اللي عنده شي سؤال او لا ملاحظه. وهاد لو دوكيمون راه كنت صيفطته لكم في الجروب ديالكم الواتساب، شحال هادي صيفطته لكم السيمانه الفايته. سي فوزا بي دي كيستيون، تفضلوا. مرحبا.